ايه؟ كلنا عيلة في القناطر. واحنا طالعين رحله يالا. ايه دولا؟ طب هقول لك احنا نغني لهم حاجه فرايحي بقى. عشان نصحصحهم كده. يا دولا. والكنز الليله عيدوا يا رب تبارك تبارك وتزيدوا يا رب تبارك يا رب يظهر الكنز ويقب يا رب تبارك وتزيدوا. يا رجاله وصلتوا لحاجه؟ رجاله ايه وهبابه ايه بقى؟ احنا بقى لنا شهر بنحفر. احنا كنا بنحفر في مترو الانفاق كنا وصلنا لخط مدينه ناصر الجديد. مدينه ناصر الجديد يعني ايه؟ يعني ايه؟ قصدكوا ايه؟ يظهر كده ان مفيش حاجه والخريطه دي فسكوني تقليد يعني. تصدق ممكن يا دحضره؟ صح؟ صح؟ المؤرخ بيشتغلنا عادي، المؤرخين بيروشنوا علينا وبيشتغلوا الاجيال القادمه. اجيال قادمه اللي بيشتغلوها؟ يعني قصدكوا ايه؟ حرام عليكم. لا احفروا احفروا، ده انا بعت الانبوبه عشان اجيب لكم اجركم يا جماعه. حرام عليكم احفروا والنبي. يا استاذ عادل واضح ان مفيش كنز، احنا مضطرين نستاذن ونمشي. لا. تمشوا ايه؟ تمشوا ايه؟ لا 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 لا، احفروا، هي قربت خلاص، قربت خلاص. احفروا 3 4 متر ان شاء الله هنلاقي كنز، هنلاقي كنز والنبي. احفروا 3 4 متر. مفيش كنز، احنا لازم نمشي. يلا يا رجاله. لا 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 يا وحسن. ابليس ابليس جه دورك، وزهم عشان يشتغلوا يا ابليس. ما توزهمش ما توزهمش. بقول لك ايه، احنا لا هنحفر ولا هندور على حاجه، الحته دي ما فيهاش حاجه. بينا يا رجاله. لا بينا ايه يا معلم انت؟ هو بقول لك ايه، ما حدش ماشي من هنا الا على جزمتي وعلى قول ربوهم يا رجاله. لا لا ثانيه واحده حضرتك، انا ما قلتش حاجه. ده هو اللي قال. انا ما قلتش حضرتك كده. ربوه هو يا رجاله. ربوه ربوه. وهلا هلا في القناطر كلنا عيله في القناطر. يا جماعه اللي عايز حاجة يجي ياخدها بنفسه. لا أنا ماليش دعوة، أنا عايزة الغوشتين بتوعي. وأنا كمان ماليش دعوة، أنا عايزة الشهادات القو بتاعتي. وأنا كمان عاوزة الحلق بتاعي. وأنا عايزة أنبوبتي يا مامتي. وأنا عايز بنطلون جينز يا دول. أنت أي هيصة جاي فيها وخلاص. يا جماعة أنا عايز بس أفكركم بحاجة، إن إحنا قدامنا حل من اتنين، لا إما نرمي بلاوينا على بعض، لا إما نتجمع كلنا تجمع رجالة. وعايز أفكركم بحاجة تانية، الأنتري لما كان هنا هو والسفرة وبعناهم، بعناهم ليه؟ عشان كنا رجالة وقفنا وقفة رجالة. وبعدين الأنبوبة، حتى الأنبوبة لما بعناها، بعناها ليه؟ عشان كنا رجالة وقفنا وقفة رجالة. ولما بعنا السرير والملة بتاعته وخدنا المراتب ورميناها على الأرض ونمنا عليها، عملنا كده ليه؟ كنا رجالة ونمنا نومة رجالة. عشان كده يا إخوانا أنا بقول لكم مفيش فرصة قدامنا غير إن إحنا نبقى رجالة ونقف وقفة رجالة. أنا معاك يا بدولة. أنا بقول رجالة، أنت مالك؟ أنت مالك؟ خلاص خلاص. دلوقتي يا جماعة الحل الوحيد إن أنت يا رانيا تروحي دلوقتي حالا وتفتحي الهويس يا رانيا. جرى إيه يا عادل؟ ما تروح تجيب حد يساعدك ويحفر. ها ها أجيب حد يساعدني؟ يا نهار أسوأ، بعد المعلم دهب والمعلم دحضيرة والحفرة أجيب حد؟ هيبقوا طمعانين. إحنا يا إخوانا لازم نحفر بنفسنا. بص يا عادل، نصيحة مني أنا يعني، لا ترمي مهملاتك في سلة واحدة. ماشي ما علينا. وبعدين أنا وجميع ما نقدرش أبدا على الشقة. لا لا أيوه أيوه جميع، عشان أنا ما أقدرش أعمل حفرات علشان أنا سنفتشي كلها. حفرات ايه؟ انتوا مش هتحفروا خالص يا اخوانا، بس انتوا هتساعدونا، مش هتسيبونا عشان احنا رجاله. فعشان كده انتوا بعد ما احنا نحفر انتوا تاخدوا التراب وتشيلوه ترموه قدام البازار. طب وانا بقى يا دوله؟ انت مالكش دعوه خالص، انت بقى لو ما لقيناش الكنز هرميك في الحفره وهردم عليك. ليه يا دوله؟ طب ما انا من غير ليه؟ خلاص خلاص يا دوله. انا بقترح. تقترح؟ من امتى بتقترح؟ ما يا دوله نو نو. ها احفر عدل بقى. ادي يا رمز. ايوه ارمي التراب الناحيه دي كده. انت بتعملي ايه يا حماتي؟ بتعملي ايه؟ انا بحط ميه علشان الترابات ما تعملش انتشارات. يا ماما بتخلصي ايه يا ماما؟ معلش سامحني، انا بحب اشتغل على نظافه. عادل على فكره بقى، احنا لازم نحفر 3 سنتيمتر جنوبا على اساس ان احنا نبقى عكس عقارب الساعه. عشان الوقت ما يسرقناش يعني. يا رمز احفر بقى الناحيه دي كده وعكس عقارب الساعه. بقول لك ايه بقى دوله بقى؟ بص انت دولت يا عم لسه جايين جداد يا دوله، انا المفروض ابقى رئيس العمال. انت جاي تدور هنا على وظيفه؟ ما تشتغل ياد وانت ساكت ياد. وانت يا ياسمين بتعملي ايه؟ بعمل قصر في الرمله. قصر في الرمله؟ اوف اوف الجو صعب قوي هنا.
انا حاسس يا اخوانا ان انا قاعد عند الكوافير مش ناس بيحفروا عشان كنز. انا هشتغل بنفسي، هشتغل بنفسي. خدي خدي. اوعى يا عادل تنزلي. لا يا عادل انا عايزه لا ايدك يا دوله. ايدك عشان توقعني. اوعى يا عادل. بس خلاص لازم اشتغل بنفسي، انا اعتمد على واحد زي ده احفر الناحيه دي. حاضر. ايوه. لا لا كده ويمين شويه. كده دوله. ايوه. استنوا استنوا استنوا. انا سامع صوت. ايه؟ انا سامع صوت برضه. ركزوا كده. ايه ده؟ صوت الكنز. بس يا عادل هو الكنز له صوت؟ ايوه طبعا. مش الكنز ده بيبقى حلقان وغوايش وبتاع بتعمل صوت؟ ايوه. استنى 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 هننزل نشوف في ايه. ايه ده؟ ايه ده؟ انا حاسس الدنيا بتمطر. هو يا بيقول خير خير المطره خير. يلا ننزل تحت. ايه ده؟ ايه ايه يا ماما؟ ايه ده؟ في ايه؟ انت مين؟ ايه ده؟ انت مين؟ انا زيكم بالظبط بدور على الكنز من 20 سنة. من 20 سنة بدور على الكنز. وجبت الشمعة دي منين؟ جبتها من تورتة؟ لا مش من التورتة دي، من اللحمة اللي كانت معايا. عملت من الشحم بتاعها الشمعة دي. بقولي انتوا لقيتوا الكنز؟ لا هو احنا ما لقيناش الكنز. حضرتك عايز ايه حضرتك؟ يبقى ادور عليه بقى في سرداب تاني، اصل البازارات كلها مدخله على بعضها، وان شاء الله لما الاقي الكنز هرجع الوشتين بتاع ام واختي والحلق بتاع اخت مراتي وشهادات الاستثمار بتاعه حماتي. الله الله، ده التاريخ بيعيد نفسه يا استاذ عادل. ده عادل الكبير. بقول لك يا ابني، ممكن اطلب منك طلب؟ ايه؟ عايز دقيقة من الموبايل بتاعي؟ موبايل؟ موبايل يعني ايه؟ لا ده حاجة ظهرت في الغربة بتاعتك من 20 سنة. يعني عايز ايه امال؟ لا تاخدني البيت معاك اريح سنة ولا حاجة واتغذى وارجع احفر تاني. تتغذى ايه؟ وبعدين تيجي عندي في البيت ده؟ انا عايش مع 6 ستات، يعني 7 تنفار في بيت واحد، هتيجي فين يعني؟ يا ابني ما فيهاش حاجه لما يبقوا 8 وينوبك ثواب. لا معلش يا حاج، اتكل انت على الله، دور على الكنز بتاعك بقى، روح سرداب تاني ولا احفر في حته تانيه. الرزق على الله. بقول لكم ايه يا جماعه، واضح فعلا ان احنا حفرنا غلط، يبقى بدل ما كنا بنحفر كده هنحفر كده بقى المره دي. صح يا ابو؟ معلش يا حبيبي سامحني بقى، انا عايزه الغوشتين بتوعي. وانا كمان عاوزه الحلقه بتاعي. بقول لك اهو، وانا بقى مش هعمل اي حفرات تانية، وعايزه الشهادات بتاعتي. ها عادل يا حبيبي، انا عايزه الانبوبه بتاعتي. حاضر. وانا يا بابا ازهقت من الحفر ده، خديه معاك يا ماما. حاضر. وانا دوله عايز. انت كمان؟ انا عايز ابقى رئيس العمال بقى. عايز تبقى رئيس العمال؟ قوي بس رئيس العمال لازم يبقى في موقع الشغل. اتفضل حضرتك. ماشي اتفضل. انت رئيس، مش معقول هتستخدم الجاروب. ماشي اتفضل. انا اقوله لي يا دوله. اتفضل اتفضل يا رئيس العمال. دوله يا صبي. اتفضل. دوله احفر. يا دوله ده احفر. يا دوله يا دوله يا دوله الحاني يا دوله. انزل تحت يا واد، انزل تحت، انزل تحت. دولة يا دولة يا دولة.